كابتن صباح الخير على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير. انا بيصبح علينا صباح الفل. انا مش عارف، انا مش سامع صوت، مش واصل لك كده بتهيألي بقى اظبط. صباح الفل يا فندم، وباليوم مبروك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك بخير. حضرتك بالصحه والسلام. مبروك يا فندم الانجاز اللي اتحقق، وعايزين نتكلم مع حضرتك على المبدا نفسه، فكره تنظيم مصر لبطولات عالميه ودوليه بتلاقي استحسان كل المشاركين فيها وكل المتابعين، وطبعا لا سيما الصحافه الرياضيه. فمبدئيا الموضوع ده بقى لافت للنظر في اخر كام سنه، فتعليق حضرتك ايه على هذا الامر؟ الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل اهتمام الدوله بانها تقيم في مصر بطولات، وترسل رساله للعالم ان مصر فعلا قادره على تنظيم اعلى بطولات على مستوى العالم. فتحنا طبعا بعد كورونا، احنا السنه اللي فاتت نظمنا الدوري العالمي للدراما دي في شهر 9 اللي فات، ونجح نجاح كبير جدا، جت فيه 50 دوله من بره. شهر 12 نظمنا بطوله افريقيا برضو للكاراتيه، ولاول مره تقام من عام 94 داخل مصر تقام، فدي برضو حاجه كبيره ونقله ثانيه خالص. ونجاح عده البطولات اللي تمت على ارض مصر ساعد العالم كله او دول العالم انها تيجي مصر، انها الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والعربي ايضا يبادر ويسارع بان هو ينظم بطولات في مصر. فعلا حطينا على اجنده الاتحاد الدولي في حاجه اسمها الدوري العالمي سيريس اي، وقيمت في شهر 6 الماضي برضه في مصر، برضه حضر فيها 72 دوله، فهو ده برضه انجاز كبير جدا. بالنسبه للبطولات العربيه، احنا كان في اتفاق مع الاتحاد العربي ان احنا مش هنطلب بطوله عشان نساعد الدول كلها انها تعمل بطولات عندها وننمي الاتحاد العربي شويه. وقلت لهم مصر في اي وقت في حاله اعتذار اي دوله مصر هتكون جاهزه انها تنظمها في خلال اسبوع، ما فيش عندنا اي مشكله. وفعلا تم اجتماع الاتحاد العربي اونلاين من 3 اسابيع بسبب اعتذار الدوله اللي هي كانت مضيفه للبطوله، فعرضوا علينا ان احنا نعمل ننظم بطوله في مصر. قلت لهم قوي احنا مستعدين وما عندناش اي مشاكل. وفعلا تم تعديل مكان البطوله فقط من 3 اسابيع، وتم تنظيم البطوله ونجحت نجاح كبير على اعلى مستوى، لان حضرت فيها الدول القويه والمنافسه لمصر ايضا. يعني مثلا الاردن مدربها محمد ابراهيم سالم، ده كان مدرب منتخب مصر وعامل نقله كبيره جدا، وفيها لاعب اولمبي وفيها لعيبه ابطال عالم، وكذلك السعوديه وكذلك الكويت وكذلك الامارات وليبيا موجوده ايضا في البطوله. فده ساعد على ان في احتكاك للعيبه، يمكن احنا برضو شاركنا باللعيبه تحت 21، هي بطوله للكبار، فكل الدول جايبه بلعيبه الكبار، احنا شاركنا بال 21 عشان برضو يبقى احتكاك لهم ونشوفهم على ارض الواقع شكلهم ايه، لان احنا عندنا بطوله عالم تحت 21 في تركيا باذن الله تعالى في شهر اكتوبر القادم. والحمد لله كانت المنافسه قويه امبارح، وخدنا ترتيب عام اول بسبع ميداليات ذهب ما شاء الله. يلينا الاردن بثلاث ميداليات ذهب، ثم الامارات بثلاثه ذهب، السعوديه باثنين ذهب، الكويت بواحده ذهب. فالحمد لله برضو رغم ان احنا لعبنا بفريق 21 الا ان مصر برضو تربعت على عرش البطوله، وانبسطنا ان كل الدول العربيه ماشيه من البطوله مبسوطه، لان لو كنا لعبنا بالفريق الاولاني اللي هم ابطال العالم الموجودين كنا خدنا المركز الاول في الميداليات كلها، فبالتالي هيبقى الدول العربيه ماشيه زعلانه شويه انها ما خدتش بعض الميداليات، ولكن انا بقول لك بامانه. فطبعا التصور اللي احنا عملناه بال 21 احتكاك نمره واحد، الدول دلوقتي عملت احتفال لنفسها بالميداليات اللي جابتها برضه، فده عمل تقارب اكتر بين الدول العربيه وبعضها، ونجح البطوله زياده عن قبل كده، فما بقاش في نفور من لوجود البطولات العربيه داخل الارض مصر، لان برضه مصر اول هي اكبر دوله على مستوى العالم في الكاراتيه، فبالتالي بيعملوا لها 1000 حساب. فالحمد لله كل الدول مبسوطه، ومصر الحمد لله خدت برضه اول بالصف الثاني، وده نجاح كبير للجهاز الفني. احنا يعني معظم الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه طبعا ماشي في سكه تنظيم مصر وحسن تنظيمها لبطولات دوليه وعالميه. طيب بالنسبه بقى لمنتخبنا للاعبتنا، واضح ان في الفتره الاخيره برضه حصلت طفره ملحوظه الحقيقه، ونتائجها يعني جابت نتائج ايجابيه على اكثر من مستوى في اكثر من بطوله شارك فيها اللعيبه واللاعبات المصريين. ده كان نتيجه ايه برضه يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك بامانه بسبب الاربع سنوات الاخيره تكريم منتخب مصر من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واعطاه مسمى الرياضه بالطبقه الاولى والثانيه والثالثه بالنتائج اللي بيجيبوها بطولات عالم او بطولات دوره العاب افريقيه او دوره العاب بحر المتوسط وخلافه، ساعد على ان الكاراتيه يبقى رقم واحد، ساعد ان الاهلي متحفزه جدا اللعيبه انها تجيب دايما ميداليات ذهبيه وتاخد المركز الاول عشان يتم تكريمها مره واثنين من فخامه الرئيس، واهتمام ايضا مع وزير الشباب والرياضه بمقابله اللعيبه في المطار ساعد، عمل تحفيز جامد للعيبه وتكريمهم ايضا ومقابلتهم لهم شخصيا، ده ادى حافز كبير وانطباع ان الدوله مع المنتخبات القوميه ومع الالعاب الفرديه
بجانب الالعاب الجماعيه، فده برضو عمل نقله ثانيه. يعني فينا فخر ان احنا الميداليه الذهبيه الوحيده اللي جت في مصر في الاولمبياد في طوكيو كانت في ريال اشرف لسيده مصريه اول مره في التاريخ. صحيح. ده برضو عمل نقله ثانيه للكاراتيه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. لعبنا بطوله العالم في دبي، خدنا مركز اول في ذوي الهمم ومركز ثاني على العالم في السوياء بعد اليابان بميداليه واحده. لعبنا بعدها الدوري العالمي في دبي، خدنا مركز اول على الدول كلها بالكامل. لعبنا بعدها في شهر 2 بريمير ليج ايضا في المغرب، خدنا فيها مركز اول ترتيب عام. لعبنا في مصر سيريس اي، خدنا مركز اول، ولاول مره يشترك معانا في الدوري العالمي اللي هو اللي هي بطوله زي الاولمبياد بالظبط، بتقام كل 4 سنين اللي هي الاساتذه في امريكا في شهر 6. ده كانت مصر مشتركه في 9 لاعبين لاول مره في التاريخ، كان دايما بيشترك تقام كل 4 سنين، كانت اول مره كان كل مره بيشترك لاعب او 2 او 3 طبقا للتصنيف العالمي بتاعه. النهارده مصر كان مشتركه ب9، في 2 ما جابوش تاشيرات، ما جابوش تاشيره، اشتركنا ب7. جبنا فيهم 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونز، لاول مره من 72 يجي ذهب في بطوله العالم للاساتذه. فده برضه الدوري العالمي ده الاساتذه دي اعلى حاجه موجوده زي الاولمبياد. اول مره يحصل في تاريخ الكاراتيه، فالحمد لله الكاراتيه بخير ونقله كبيره جدا اتنقلها بفضل اهتمام الدوله. والنهارده برضه الاعلام له شكر كبير مننا، لان فعلا النهارده معظم بطولات الجمهوريه اصبح الاعلام بيجي يصورها بيلقي الضوء عليها. البطولات اللي بتتنظم على ارض مصر الاعلام بيجي بطريقه كثيفه دلوقتي، بقى فيه اهتمام بالالعاب. جميل. عموما كل اللي اتكلمنا عنه كله جميل ويدعو للفخر. احنا بنهني حضرتك مليون مبروك يا فندم، ومستنيين منكم طبعا ان شاء الله المزيد والمزيد من النجاحات. شكرا حاجة مليون مبروك. مشرفة.